السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم الفيديو مالتنا يتكلم أو الفيديو مالتنا من فوق السطح يتكلم عن تنظيف السطح بعد العواصف الترابية اللي مرت علينا. طبعا أنا ما شوفتكم السطح قبل ما أكمس شوية، كان الغبار مغطي يعني بشكل رهيب، وتعرفون هذا غبار العواصف يكون هيجي ناعم جدا، فإذا قمنا بغسل السطح يعني بصورة مباشرة رأسا يعني وراء هاي العاصفة، يعني هذا التراب الناعم جدا راح يليص يصير مثل الطين، يعني يكون هيك مثل الطين الحري اللي بعد يعني ياخذ كميات كبيرة من الماء يلا يتنظف السطح. فأنا شوية أعلمكم هاي طريقة اقتصادية، لأن تعرفون أزمة المياه اللي مر بيها العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص. فأول شيء سويناه هو كنسنا السطح، كنسنا عادي، كنسة عادية، هاي بالمكناسة خلينا نقول يعني اليدوية اللي يعني أم الفرشة أو اليدوية، وبعدين جمعنا الترابات، عمدت أحطه بشي شفاف حتى أشوفكم يعني كمية التراب. زين هاي مال صفحة واحدة من السطح، هاي الكمية مال التراب شوفوها. زين هاي اول شيء، ورا ما كنسته يعني الكنسه الاولى وجمعت هذا التراب، شوفوا ايش قد ناعم، يعني هذا بالمي يصير شنو مثل يعني طين، طين حر بعد ما يمشي. زين سويت مره ثانيه، رجعت بالماسحه غرطت السطح مره ثانيه، وشوفوا كميه التراب طلعت من عنده، يعني هاي بعد الكنس. وهاي المرحله الثانيه، المرحله الثالثه هاي ورا ما نشيل هذا التراب نبدي نغسل السطح، وبال خلينا نقول بالمي وبالمكناسة حتى على السريع وما نصرف مي هواية. وهاي أبسط طريقة اقتصادية لغسل السطح بدون إسراف، وأرجع أقول بدون إسراف. شوية خل أشوفكم الزرعات، هذا الفلفل القزمي شكله بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، الأوليفيرا ركن الأوليفيرا، في يوم أسوي لكم فيديو عليه إن شاء الله. هذا الفلفل الحار، فلفل البارد، فلفل حار نوع آخر أحمر، فلفل البارد متسلق الليف، فلفل الحار، فلفل بارد، ورود مجد الصباح، طبعا هتفتح من الصبح للظهر، مجد الصباح ويا الليف صايرة هو خربطة ناس مكلبة بشعر ناس. ورود الجعفري ما شاء الله كبرت وصار منه جيد جدا، ان شاء الله ننتظر التزهير. نرجع للسطح، نلم الغبار ونغسل السطح ونشوف بعدين شلون صار. شكرا جزيلا لكم. وهسه خلصنا غسل السطح، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، مثل ما تشوفون صار حلو، والزرع زقيناه ورشيناه شوية حتى ينتعش. وهذا طريقة غسل السطح بأقل كمية ماء وبأبسط طريقة وأسرعها. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم. شجعوني على قناتي إذا عجبكم الفيديو، قناة فلفل وقرنفل على اليوتيوب. شكرا جزيلا لكم وربي يسعدكم.